السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم يا شباب؟ معكم أخوكم بسام. اليوم إن شاء الله تعالى بنكمل تختيم Elden Ring الحلقة 12. في الحلقة اللي فاتت كملنا استكشاف الجنوب، الويبينج بلنسلا اللي هي شبه الجزيرة الباكية. كملنا هذه المناطق، هزمنا ذا الزعيم. نصيحة، هزموه إذا أنتم في بداية اللعبة. مرة حلو الآيتم اللي أخذناه منه اللي هو التيلسمن، زودت لنا في الستاتس. وبإذن الله اليوم راح نكمل استكشاف الجنوب ونحاول نوصل للقلعة بإذن الله. فخلونا نبدأ. نبى نروح هذه القرية هنا، فأحس أقرب مكان أنا نروح من البونفاير هذه. أوكي، يعني من هنا أقرب. ما أدري استكشفناها هذه ولا لا، قلعة ما جيناها لأن العلامة ما هي طالعة. لو استكشفناها كان مفروض تطلع علامة، علامة المنطقة. اشوف دحين العلامة طلعت. كافي فيران، ايش عندك هنا؟ اوه في دنجن. خلينا نركب. اوه اللمبة طفت. هذه اللمبة كمان شريناها من عند البياع. شوف كيف تنور لنا الطريق بدون ما تطلع الشعلة. الشعلة راح تنور زيادة. اوكي ذولا بثريين. خلينا نطلع الشعلة. سكايف حلو السلاح هذا، ما قد لعبت فيه لحد الان، بس ان شاء الله تعالى نظبط له بلده. اوه يتطلب فيث كمان، ما راح نقدر نلعب فيه، بس خليني اوريكم شكله. هذا رهيب والله، حلو السلاح، يصلح للبي في بي احسه. يبغالنا كمان قبل ما ندخل القلعة، أنا شفت فار نط، يبغالنا نروح. في صوت دودة. شفتوها؟ ديفاين ضربة انكانتيشن هذه أخذناها، حلو. الفار مصمم يجيني مع نفسك. يبغالنا قبل ما نروح القلعة نروح للطاولة، نروح للحداد نطور من عنده شوية أسلحة. اوكي دحين وين نبغى نروح؟ خلاص هذه استكشفناها، نبغى نجي هذا المكان. فأسرع شيء انه نسوي تليبورت لهنا، نشطب الأماكن كذا بسرعة، يصير نخلص الجنوب بالكامل. الجنوب لو خلصنا خلاص ما يحتاج نجي، الا اذا ممكن في كويست ولا حاجة ممكن نرجع، بس ما اتذكر انه في كويست رجعنا. نبى نجي فوق هنا، والله لازم الف كده من ورا. يبغالي كمان اذا جمعنا فلوس ارجع للبياع نشتري من عنده الاشياء الثانية. ما يمدينا نطلع؟ طلع بيجينا. هنا مكان ما بريت الغراب. لطشني. هذول فيهم فرنزي ترى. هنا هنا الدنجن. اوكي وفي ايتم تحت. طيب قبل ما ننزل تحت خلونا نجي القريه هذه، اتوقع انها قريبه.
هذول كلهم فيهم فرنزي. خلينا نذبحهم. فرنزي زي الجنون. هذا ستاتس جديد حطوه في إلدر رينج. يعني شايفين عيونهم كيف؟ زي اللي في بلاد بون. بس في بلاد بون كان مرة يقتلك أظن. أخذنا ضربة فرنزي. خلينا نذبح الكبير أول شيء. أوكي نايس. شايفين قاعد يجيني زي الفرنزي. هذا إذا تعبى لاعبي راح يتجنن وراح يوقف مكانه كذا أبو ثانيتين. وحلو سكرتير يمدينا نطور العلاج حقنا. نايس. تمام اتوقع اننا خلصنا الحين من ذا المكان. نجمع الايتمات دي. وين النزلة؟ هذه نبي نروح الكهف دحين. عاد في نزلات يمدينا نستخدمها. هذه هي شايفينها. ما ادري احس احسن بالحصان انزل. كأنها بعيدة. يعب الحصان أحسن. ونبي نذبح ذا. والله سوى لي غدرة. حلو أخذنا ضربة انكنتيشن. خلاص بقي أحد. نايس خلصناهم كلهم. هنا مكان ما يضرب البرق يمدينا نجمع ذا الايتم. الايتم هذا اتوقع يمدينا نسوي فيه له مسحات كهرب ممكن. لا الدنجن مو من هنا. هذول من وين قاعدين يتكاثرون؟ نروح للدنجن حقنا على طول. وينك يا دنجن؟ اوه اتوقع كان يمدينا اجي من هناك احسن لي. هذه هتموت هذه النطه. احتمال كبير حموت. النطه ذي تخوف. طيب دقيقه خلينا اشوف يمدينا نط. والله النطه ذي تخوف. ما ادري يمدينا اوصل لهناك ولا. نب الله يرحمني. مع 2700 هذه بالي اجيها من فوق احسن من عند القرية. انا اطلع من هنا بس الحين فلوسي تحت للأسف. خلينا نروح نجيب فلوس انا. كيف جبناها؟ ما ادري اذا من هنا يمدينا ولا لا. اوه هذا الجسر اللي اول شفته. ما ادري يمدينا ننزل من هنا. السلام عليكم. اتوقع عنده سلاح هذا. خلينا اذبحه. اجيب باي باي. ما راح نعرف اذا عنده سلاح ولا لا. طاح ابو الشباب. هذه الرياح من هنا. اوكي من هنا يمديني انزل. خليني طب انزل افتح الدنجن وبعدين اروح اجيب فلوسي. يعني هذا هو الدنجن.
بوم فاير جوا. اوكي بسحب الفلوس بجيها بعدين بعد ما اخلص من الدنجن. خلينا نفتح. اه في ايتم. خلينا نفتح هذه. أو من الجهة من الجهة الثانية. ما في شيء هنا. هات كويس للدنجن، راح ناخذ منه حجار تطوير. ما اتوقع راح نحصل حجر ليفل 3 لكن لازم نخلصه. خلينا نركب هذه، شوف كيف تنور، ونجرب نلعب بدونها. بدو المكان منور. اوه هذول منتشرين ترى في الجزيرة الوحوش هذه. اوكي بسم الله الرحمن الرحيم. انقلع. هذا افضل شيء تضربونه بالار 2، علقوا على ار 2 واضربوه. غير كذا السلاح حقك راح يرجع كانك تضرب جدار. طيب قبل ما ننزل نبي نفتش. نبي ندخل هنا نفتش المكان بعدين ننزل. ما في شيء هنا. هذول عادي السيف راح يضربه. لكن الماينرز اللي يشتغلون هذول لا، احسن شيء انك تضربه بالار 2 زي كذا. شوفه علق على الار 2. نسيت اقوي العلاج. اه هذا ساحر. نايس هذه ليفل واحد حلو. يمدينا نطور سلاح ثاني لو نبغى. تذكرت الايتم الديث رود معانا ولا لسه؟ اتوقع جبنا. لا والله ما معايا. لو جبنا ديث روت نبي نروح نعطيها للشخصية اللي هنا فوق، هو اللي نبدل من عنده الديث روت. اوكي هنا ما في شيء. خلاص اخذنا الايتمات. خلينا نروح الجهة الثانية. هذول سهلين، ما هم زي الماينر. الماينر كأنك تضرب جدار يا رجل، يقهرون بعض الأحيان. اوكي كثيرين. خليني اقتل ذولا. يا ساتر جالسين يقطعون واحد. يا الملقوف.
واحنا في نص الدنجن، وكمان فلوسنا 2700. انا جالس افكر فيها. هذه ايتمات حجار تطوير، هذه كويسة بس كلها ليفل واحد، ما راح استفيد منها الا اذا بطور سلاح جديد. هذه نفس الشيء، هنا كمان حجر التطوير كلها مستوى واحد، فعشان كذا شايفين ذا المكان يعني كويس انك تجيله في اول اللعبة. حصل حجار بالهبل تفيدك يعني، لو انك تروح قدام وبعدين ترجع ذا المكان كل الايتمات راح تحسها ضعيفة. اوكي هنا هذا الزعيم 100%، خلينا ناخذ الايتم اللي هنا برضو ليفل واحد. ابى اروح استكشف بعدين ادخل ابار الزعيم، ان شاء الله الزعيم سهل. دقيقة احنا جينا من هنا، اظن جينا من هنا. اوكي كده خلصنا. يا هذا المكان اللي فوق مو مرة كبير الدنجن. الله يستر. هذا سهل، هذا سهل. هلا بالبليد والله جلدنا. كفو كفو بالمطرقة، يعطيك العافية. ثانك يو. واخذنا السلاح حقه، نايس والله نايس. خلصنا الدنجن بهالسرعة. اوكي خلونا نخرج نروح نجيب فلوسنا 2700. الدحين مشكلة الفلوس دي كيف اجيبها؟ عاد انا لفيت لفة ما لها داعي. انا جيت من هنا ولفيت كذا، فيبغالي اسوي نفس الحركة. خلينا اجي من هنا والف كذا. احنا الحمد لله اتوقع شطبنا كل شيء، بيجي بس مكان هنا صغير ناخذ الايتمات من هنا وبعدها نكون خلاص شطبنا المنطقة، ما عدا القلعة طبعا. القلعة هذه يبغالها جلسة. الليجسي دنجن صغير. ايش في؟ ايش في؟ ايش في؟ هذول جيتهم انا من هنا. صح صح صح، من عن طريق القرية دي الصغيرة. خلينا نروح نجيب الفلوس. انا شايفك يا حصان يا اهبل، وقف فجعني. اوف مره مو وقتكم. اوكي بسوي فاست ترافل بالله عليكم. ما يمديني، لازم اقتلهم. حلو حلو متجمعين كذا. ما اتفقنا كذا، ما اتفقنا كذا. خلينا نعالج. بقي واحد. باي باي. اوكي خلصنا عليه، نايس. الحين خلونا نيجي. برجع للبيع، بشتري من عنده الايتمات. اوكي وينك يا البيع؟ ايش قلنا بنشتري؟ باخذ هذا الايتم. وهذا ايش تسوي؟ ووكن. هذا بيعلمني القلعه المتحركه. لو اني ما استكشفتها وشريت ذا الايتم راح يدلني على القلعه المتحركه اللي احنا حصلناها هنا اصلا. يعطيك معلومات شكله، بس احنا خلاص عارفين فليش نضيع الفلوس عليها.
ايه شرينا من عنده. الحين بنروح البونفاير هذه، نبي نجي ذا المكان، بعدها نوجه للقلعة ان شاء الله تعالى. خلينا نشوف هذا في شيء يمدينا نشتري من عنده، نصرف الفلوس. هذاك ما باع ملابس صح؟ ما اتوقع انه باع ملابس. حق الاسهم موجود اتوقع. لا اشوى مره واحده، ما ادري والله. لا مو موجود الحمد لله. عاد هو والله بسر. ولا تخاف في منهم كثير في اللعبه. اوه حلو. هلو السلام عليكم. بويزن ميست. هلو. هذه اتوقع انها ضربة انكانتيشن، ما هي ضربة سحر. وهذا الدب صغير. الدبوب احنا ما نتمشكل معاهم. يعني في مستنقع سم. طبعا اذا انت فوق الحصان ما راح يجيك شيء. زي ما انت شايفين ما يجينا شيء. خلينا ناخذ الورود اللي هنا. يا اتوقع كذا احنا زبطنا وضعنا. كذا شطبنا المكان بالكامل، شطبنا الجزيرة بالكامل الحمد لله. خلينا بس نوجه للقلعة. دقيقة ايش في هناك؟ لا لسه ما شطبنا. هذول كذا متليمين. اه شفتوا؟ اقول لكم الكراسي دولة دائما عندهم ايتم. واحد والله حجر هذا بالاثنين. وفي هنا مجموعة سيوف تشبه اللي في بريزيرك. تاخذ معلومات عن عن المكان اللي انت فيه بالعادة. اوكي القلعة ما اتوقع لها مدخل ثاني، ما في الا المدخل الرئيسي. لكن يمدينا اتوقع يمدينا نشوف البوس من هنا. هذاك هناك مكان البوس. ايه البوس هناك. فما يمدينا نمشي من هنا لانه في موية. تعرفون الموية في العاب السولز. شفتوا اللودين كيف؟ ما عجبتني والله ذي الحركة. نبي نشيل العلامة. كذا احنا وصلنا القلعة كاسل مون. طيب قبل ما نروح بعلمكم على حركة كيف يمدينا نروح الطاولة بسرعة بدون ما انك تحرك اليد زي كذا. افتح الخريطة، اضغط مثلث مربع اكس. خلاص افتح الخريطة مثلث مربع اكس راح يوديك لل الطاولة. الحين من الطاولة ليش احنا جينا؟ عندنا مفاتيح. اوكي يمدينا نفتح الباب اللي تحت. نبي نفتح الباب اللي تحت. و رودريكا لسه ما جات. يا رودريكا لسه ما جات. نبي نفتح الباب اللي تحت ونبغى نطور اسلحتنا ان شاء الله. اوه اساسن براير بوك يمدينا نديها للمعلم اللي فوق حق الميركل. كتاب. دقيقة كم كتاب احنا دحين عندنا؟ اظن عندي كتاب سحر كمان. يا عندي كتاب سحر وعندي الاساسن براير بوك. كتاب السحر يمدينا اعطيه للبنت سيلين. ما ادري سيلينا سيلين.
خلينا مرة واحدة نطور أسلحتنا. حلو، يمدينا نطور ذا السلاح، نوصله بلس 5. نقصتنا 3 حبات. هذا وإحنا كمان شرينا. هذا لسه شايفين أحتاج السمبر سميثينغ ستون 3. أوكي يعطيك العافية. خلينا نعطي الكتاب لمعلم الإنكانتيشن. هذا ما أدري إيش بيقول لنا دحين. هذا إحنا شرينا. لا والله ما شرينا. علمتكم عنه هذا. يمدينا نشتري من عنده ضربات. وخلنا ندي هذا الكتاب. شايفين يمدينا نعطي الكتاب. That is a work of heresy. Its incantations bear no lineage from the Earth Tree. Very well. وهي صارت عنده أسحار جديدة. أظن هذه هي الضربة. Darkness. يخليك تختفي. يسوي زي السحابة. سودا حوالينك وتخفيك شوية. وممكن هذولا، والله ما أتذكر إذا هذولا أنا جبتهم له. طيب خلينا دحين نروح لسيلين. وينها؟ وينك سيلين؟ هذه هي هنا. نروح نديها الكتاب حقها. شايفين هذه هي نفسها اللي حصلناها هنا. هي أنا ترى نفسها، بس هي تقدر تكون في كذا مكان في نفس الوقت. Young apprentice, you are a tadpole, so to now. أوكي. يمدينا نشتري من عند الأسحار. دحين كم سحر عندها؟ 5-6. يمدينا نديها سكرول. Is that a scroll? Takes me back to my academy days. Very well. This is sorcery with which I'm not entirely unfamiliar. I'll be sure to incorporate it into one of your lessons. Never lose that inquisitive spirit, my apprentice. وي زادت الضربات، زادت هذه وهذه. فإذا أنت ساحر يمديك تعطيها الكتاب ويزيد عندك الضربات. والله زبط البلد بحيث انه يمدينا اسوي انكانتيشن وسحر واضرب بالسيف بتاع كله، يعني احس بيكون فله. بس حاليا انا مبسوط صراحه بهذا السلاح. قد ختمت اللعبه اول فيه كم مره، فله صراحه مره فله. طيب قبل ما راح ننهي الحلقه خلونا بس نشيك على الايتمات اللي عندنا. اول شيء عشان ما انسى السكرد تير اللي جبناها يمدينا نقوي. هذه لسه بس يمدينا نقوي العلاج. دحين هو بلس 3، خليناه بلس 4. خلينا نشوف الايتمات اللي عندنا. مثلا هذا يعبي لنا الخط الازرق، هذا يشيل السم، يشيل الدم، يزود الدفاع. هذول الثنتين يزود الدفاع، اظن يزود الدفاع ضد السم. هذا يخلي الاستمن يتعبى بسرعة، هذا يزود الدمج، هذا يخلي الوحوش يطيحوا لي فلوس أكثر. هذه سكاكين سم، سكاكين ماجيك، سكاكين تسوي دم. هذه حجارة تحتاجها في الكرافتينج، هذه حجارة ترميها تطلق زي السحر. هذه حجرة إذا كسرتها تهيلك وتهيل اللي جنبك. هذه زي دارك سولز، زي دارك سولز 2 لو تذكرون، بس تأخذ من المانا حقتك. هذه زي المسحة بدك تحطها على السلاح، بس السلاح حقك لازم يكون ستاندرد، يعني طبيعي، ما هو سبيشال ولا هو مطور وحاجة. يعني مو تكون مطور سلاحك ماجيك وتبي تحط عليه مسحة، ما يمديك، لازم يكون سلاح سادة. هذه مسحة نار، هذه مسحة بلد، هذا أكل للتورنت، مجموعة أكلات. هذه حجرة تنور لنا، هذه الفانوس اللي جبناه، هذه الهلو، هذه شوية فلوس. وهذه الايتمات الاونلاين. وجبنا هذولا، هذولا سبيشل ترى. هذا سبيشل، هذا تحتاجه واحدة من التروفيات، بس مشكلته شايفين كم يتطلب معنا؟ 104 عشان اسويه. شكله قوي حتى هذا 100. هذا ايتمات كرافتينج. شوفوا عندي من هذه كم، 222. امشي ولين اشوى الانفنتوري ماله وزن.
عندي جولدن سيد، احتاج واحدة ثانية عشان اقدر اطور العلاج، اخلي اقدر اشيل 8 حبات. هذه حقة المكسات، هذه حقة الميموري سلوت. هنا الكتب، ما شاء الله جمعنا كتب كمية كويسة الى الان. هذه السحرين الوحيدين اللي حصلناهم في العالم، ما شرينا شيء، ما شرينا شيء منها. الانكانتيشن حصلنا كثير، هذه الاشز اوف وور اللي حصلناهم لحد الان، وهذه الاسلحة. هذه عصاية سحر، يعني اذا بدأت الشخصية ما هي ساحر وتبي عصاية سحر، هذه اظن جبناها الحلقة اللي راحت. هذه اسهم الدروع، هذا الدرع برضو اخذناه. لا تنسون زي ما قلت لكم، بعض الخوذ فيها تزود لك الستات، زي الخوذة هذه تزود في الانتليجنت. وهذه التيلسمن اللي جبناها لحد الان، هذه التيلسمن تزود العلاج، هذه التيلسمن تزود الخط الاخضر، هذه التيلسمن تخلي الخط الاخضر يتعبى بسرعة، هذه التيلسمن مرة ممتازة، هذه تزود لنا 3 في الفيجور، 3 في الاندورنس، 3 في الاسترينث، و3 في الديكس، مرة ممتازة. وقدام راح نحصل واحدة مطورة منها افضل. هذه تزود الدفاعات، دفاع ضد الماجيك، دفاع ضد النار، دفاع ضد الهولي. هذه تقوي الضربات التشارج اتاك اللي هي لما تعلق على ارتو يقوي لك الدمج. هذه اذا واحد رافع الدرع يمديك تسوي له دمج ينقص من الستامنا حقه بسرعة. هذه المضاربات فوق الحصان تسوي دمج اكثر. هذه لما تطلق بالاسهم يبديك تشوف المدى ابعد. هذه تقوي الصرخات، هذه كل ما فسخت ملابس كل ما زاد دمجي. هذه يزود الدمج حق الهولي. هذه لما اسوي ضربات كريتيكال يرجع لي اتش بي زي بلاد بون. هذه اذا نقص الاتش بي حقي راح يزود الدفاعات. وهذه لو مت، لو مت فلوسي ما راح تروح، تقعد فلوسي معايا، بس الايتم هذا يختفي. فلو انت حاطه ومت الفلوس تقعد معاك بس الايتم هذا يروح. وهذه الانفو، هذه الرسمة عرفنا مكانها. نايس. اوكي. خلونا نروح للقلعة وبننهي الحلقة. يصير ان شاء الله تعالى في الحلقة الجاية راح نكمل مشوارنا في القلعة ونحاول اننا نخلصها باذن الله. القلعة مو مرة كبيرة، فبحاول اني اخلصها في حلقة واحدة كاملة باذن الله. اتمنى ذي الحلقة عجبتكم يا شباب، ونشوفكم ان شاء الله تعالى في الحلقة الجاية من تختيم الدرينج. كان معكم اخوكم بسام، وفمان الله.